السلام عليكم، معكم مصطفى من قناه مستر بومتك. الحلقه دي مثيره للاهتمام، مثيره للشغب برضو نوعا ما. عايز اتكلم النهارده عن حاجه يعني غريبه جدا، او حاجه يعني من اللي انتوا ممكن تكونوا مش واخدين بالكم منها، وممكن تكونوا مثلا بتقولوا واو الراجل ده وصل في ثانيه، او مثلا الشخصيه دي اتشهرت بسرعه قوي بشكل غريب، او الناس مثلا بتوصل 100,000 مشترك وفجاه كده تلاقيها 200,000، فجاه كده تلاقيها 500,000 مشترك مره واحده كده في ثانيه. طب انا هوريك النهارده حاجه غريبه قوي، حاجه مثلا في شخص في اسبوعين بالظبط جاب 40,000 مشترك، مع انه اصلا يعني شخصيه، خلينا بلاش نتكلم عن الناس بس بغض النظر، يعني خلينا نتكلم النهارده عن شخصيه توني النصراني. توني النصراني عمل كذا حلقه على اليوتيوب، وخلينا نحلل القناه بتاعه توني النصراني ونقول لك ازاي هو وصل ل 67,000 مشترك في شهرين بس بدون اعلانات، ولكن عامل شويه حاجات غريبه كده. تمام، اول حاجه خليك كده معانا التليفون عشان نشوف الفيديوز، وهتلاقوا صور الفيديوهات قدامكم في الشاشه. تمام، فحتى يعني لو انت جيت تبص كده على اليوتيوب، بص يعني يا رب بس الفوكس يتظبط، لو شايف كده هتلاقي ان اليوتيوب حتى كاتب ان القناه 53,000 مشترك، مع ان القناه 67,000 مشترك. اليوتيوب لسه ما لحقش يسجل القناه، القناه بتزيد يوميا في حدود ال 5000 او 10,000 مشترك، مع انها اصلا القناه ما بتعملش فيديوهات كل يوم، ده حاجه. وتاني حاجه ان القناه رياكت، يا جماعه القناه الرياكت بتعلى بسرعه قوي، مع انها بدأ من شهرين، يعني اصلا القناه بدأ من شهرين، فالفكره انها تعمل رياكت عم الناس تستلطفك وتحب انها تتفرج عليك، انت محتاج اصلا 5-6 شهور، ده مهاب شادي يا راجل، ما وصلش بسرعه كده. طيب الراجل ده عمل ايه؟ بكل بساطه الراجل ده ركب كل الترندات من شهرين لحد النهارده. يعني ايه ركب كل الترندات؟ اول فيديو في الشانل دي اللي هو من شهرين بيقول لك عم ضياء مش فاهم حمو بيكا بيقول ايه. طيب حمو بيكا عم سوري للناس اللي مش مصريين وكده، بس المصريين اكيد هيفهموني. طيب حمو بيكا ده اللي هو الترند المصري الموجود حاليا، وكان موجود برده من شهر او شهرين، فحمو بيكا مازال لسه في الترند. حاجه تانية عندك عم ضياء بتاع ايه، بتاع اللي هو يا عم محاسبه ايه، يا عم محاسبه ايه وتجاره ايه، ما كله رايح، عارفين انتوا الراجل ده، هو الحاج ده. المهم يعني انه عمل اول فيديو عن عم ضياء وحمو بيكا الاثنين مع بعض، اول فيديو في القناه يجيب 24,000 مشاهده، لو اصلا انت يعني 24,000 مشاهده دي انت بتجيبها يوم ما تتشقلب اساسا في اي تشانل ثانيه، او حتى لو رياكت مش هتجيب 24,000 مشاهده في اول فيديو، مع ان عملت كده في الفيديو بتاع البيت الصغيره دي في تشانل ثانيه. بس بغض النظر يعني ان ده كان صعب جدا، تمام، ولكن هو قدر يعمل كده عشان طبعا هو راكب ترند في فيديو 41 ثانيه. خلينا برده نسرع في الفيديو شويه. ثاني فيديو عمله لما عم ضياء يركب مع سواق فرفوش، فبرده عم ضياء وركب نفس الترند بتاع كله رايح. تمام، ثالث حاجه عم ضياء برده، رابع حاجه عم ضياء، خامس حاجة أغنية محمد رمضان. طبعا برضو بعدها تقريبا في نفس الشهر كان محمد رمضان ترند، وكان عامل أغنية الملك وقبلها أغنية نمبر 1، فمحمد رمضان كان ترند وديسلايكات ومش عارف ايه، كان حوار، فبرضو ركب الترند وبرضو محمد رمضان ركب، كل ده ما جابش معاه حاجة، يعني 45,000 مشاهدة، مش عارف 35، يعني تقريبا كان عنده 10,000 مشترك في الحدود دي. طيب بعد كده بدا يستضيف ناس، او بدا يروح مع ناس مشهوره، بدا يروح مع ممثلين اكثر شهره من عم ضياء، فراح لواحد اسمه اسلام ابراهيم، ده تقريبا كان في اللي هو ساتردي نايت بالعربي، مش عارف ده برنامج عربي كده موجود، ولكن برده جاب 179,000 مشاهده. فبغض النظر يعني عن الرقم، ان هو طبعا رقم كبير قوي على فيديو زي ده، او بغض النظر يعني عن اصلا ما اعرفش مين الممثل ده اللي هو اسلام ابراهيم، مين ده اصلا، تعرفوا عنه تسمعوا عنه، محدش يسمع عنه، ولكن بغض النظر يعني عن الممثل ده، فهو ممثل تعبان يعني، واخد شويه فلوس كده ودخل معاه في حته فيديو وكتب ساتردي نايت بالعربي، فبالتالي جاله مشاهدات على الموضوع ده، بتوع ساتردي نايت بالعربي بيحبوا يتفرجوا على الحاجات دي، فدخلوا وشافوا الفيديو وجاب مشاهدات وجاب سبسكرايبرز. فكل اللي بيعمله ايه لحد دلوقتي، توني عمال بيركب ترندات ويدفع فلوس للناس عشان تيجي معاه في الحلقات، فبالتالي يتشهر. تمام، حاجه كمان خلينا نكمل، برضو استضاف اسلام ابراهيم ده بقى في حلقه مع توني النصراني، بعد كده اتكلم عن شاهد سرور، طبعا كلنا عارفين اللي حصل مع شاهد سرور، فكل ده ترندات. تمام، عمال بيتكلم عن الترندات لحد دلوقتي، ما عملش اي حاجه غير انه عمال بيتكلم عن الترندات، ما فيش اي حلقه غير عن الترندات. تمام، كمان بعديها سواق تاكسي لما قلب اوبر اتكلم عن اوبر برضو كانت في وقت ما كانت برضو ترند، بعد كده واستضاف في اوبر استضاف محمود الليسي اللي هو برضو ممثل، تمام، مش محمود الليسي اللي بيغني، واحد تاني. تمام، بعد كده استضاف محمود الليسي معاه في البرنامج بتاعه هو، استضافه شخصيا. بعد كده ما اعرفش مين عيسى مرزوق ده، بس بغض النظر ده اكيد حاجه في الترند وش يعني. بعد كده ازاي تبقى مشهور على اليوتيوب، احمد سعيد بيرجو
يبقى كده برضو بدأ يستضيف الناس لما لقى ان الممثلين دول مش جايبين همهم، فقال لك لما استضيف ناس يوتيوبرز، ناس اصلا عندهم متابعين يعني على يوتيوب، فبالتالي بدأ يستضيف يوتيوبرز. فراح لمين؟ راح طبعا للناس اللي بيعملوا حلقات زيه، بيحاولوا رياكت زيه، فبدأ ببرجو. تمام، بعد ما عمل حلقة برجو جابت 96,000 مشاهدة، وده يعتبر رقم كبير. عمل فيديو ملوش اي لازمة، مش حتى كاتب عنوان الفيديو، بغض النظر ده اكتر حاجة، الفيديو ده وعنوان الفيديو ده اكتر حاجة توضح قوي ان تون النصراني ده بالظبط اللي هو شهرة. تمام، فبعديها على طول هتلاقي حلقة محمد خالد، وقفلت منه قفلة بصراحة بعد الحلقة دي، اللي هو انت يا راجل واخد فلوس وداخل تعمل حلقة. انا بحب محمد خالد على فكرة عادي، بس انت يا راجل واخد فلوس وداخل تعمل حلقة عشان تشهر الراجل ده على قفاك ليه يا عم؟ ليه انت مش محتاج فلوس عشان تعمل حاجة زي كده؟ بس بغض النظر يعني كل واحد ومبادئه يعني. فمحمد خالد وافق وعمل حلقة مع توني النصراني، جابت تقريبا 400,000 مشاهدة وطلعت الترند. توني النصراني بالظبط بالظبط، ركز معايا بقى، قبل الحلقة دي، ده انا متأكد منه الكلام ده، قبل الحلقة دي كان 20,000 سبسكرايب، بعد الحلقة دي بقى 40,000 سبسكرايب. تمام، بعد كده توني النصراني قام عامل حلقة تانية عن كوارث 2019 ونهاية العالم، برضو حاجة مثيرة. بعد كده مش عارف ازاي عمل كده بصراحة، ولكن عمل حلقة مع احمد حسن وجوازه من زينب وحوارات، يعني برضو احمد حسن على فكرة الفترة دي ترند. تمام، وبرضو يوتيوبر، فبالتالي بيضرب عصفورين بحجر. فده ملخص قناة توني النصراني، ما اتكلمش عن اي حاجة مفيدة غير طبعا عن بعض الترندات التافهة جدا طبعا، ولكن بغض النظر يعني فهو شخص واضح او ان جاي من بلده عشان يتشير في مصر او يتشير على قفل اليوتيوبرز المصريين. بس ده توني النصراني لحد دلوقتي ما عملش اي حاجة تانية جديدة، ما عملش اي حاجة في حياته اصلا، ولا هو يعني ما عندوش موهبة قوي يعني، بغض النظر مش ماليش ان احدث كده، ولكن مشرحة مش ناقصة قتلة فعلا. انت مش جاي من بلدك عشان تيجي تشير في مصر هنا على قفل اليوتيوبرز المصريين، الموضوع مش ناقصك خالص، ولا الرياكترز ناقصين رياكترز تانيين، مش عايزين كفاية. تمام، ما بتعملش حاجة مفيدة عامة. بس بغض النظر يعني انا بس كواحد تقني فجاي افهمك ازاي هو اتشهر او ازاي الدنيا ماشية كده في اليوتيوب. الراجل ما عملش اي حاجة في حياته ولا عنده اصلا كاركتر يعني انه يطلع بيه على اليوتيوب، ولكن بغض النظر هو طلع بس مع شوية مشهورين عشان يتشهر، بس ما عملش حاجة تانية، بس طلع مع شوية مشهورين عشان يتشهر بس. لا، وطلع ترند مرتين، طلع ترند مرتين، حتى دلوقتي هو تلاقيه ترند مع احمد حسن. فانا ما اعرفش ازاي بصراحه الموضوع ده بيحصل، ولكن بغض النظر عن كل ده فبصراحه انا شايف ان الموضوع ده ما ينفعش. الموضوع ده في مصر عامه او اليوتيوبرز المصريين اللي بيعملوه ده غلط، لان انت لما تطلع مع شخص زي ده حتى لو واخد فلوس، لو واخد ارقام كبيره حتى، فالموضوع بيبقى تافه، الموضوع بيبقى انك بتشهره، واضحه قوي انك بتشهره. تمام، محمد خالد يقول لك يوصل فيديو 20,000، لك ايه يا عم محمد في يا عم، فاكرنا من بنها. فبس، وانا بصراحه ليا الحق ان انا اتكلم براحتي، دي الشانل بتاعتي، واي حد عايز يطلع يرد براحته، اللي يطلع يرد مش فارقه معايا. لكن بغض النظر، بس انا كان كلمتين محشورين في زوري كان لازم اطلع اقولهم، وحبيت بس برده من الناحيه التقنيه زي ما قلت ان انا حبيت اوضح لك ان ازاي الراجل ده وصل تقريبا 70,000 مشترك في شهرين بس. فانت لو انت عايز تبدا يوتيوب فالموضوع بقى واضح قوي بالنسبه لك، انت ممكن تبدا بفلوسك عادي جدا. بس شكرا جدا لك على مشاهده الفيديو للاخر، واشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.